أحسن الله إليكم. السؤال الآخر من المستمعة ميم ألف ألف من السودان، تقول: لنا جارة جاءت من جنوب السودان وأهلها مسيحيون، وهي الآن ليست مسيحية ولا دينية، ولكنها ترفض قبول الإسلام، وتقول بل تقوم بضرب الصبية وشتم الكبار لأدنى سبب. كيف يكون تعاملنا معها وقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بالجار، وقد قال الله تعالى: والجار الجنوب والصاحب بالجنب، أفتونا مأجورين. الجار له حق، والجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، أو الجار القريب المسلم له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم وغير القريب له حق الجوار فقط. فهذه المرأة لها حق الجوار فقط، حق واحد، لأن تحسن إليها وتكف عنها الأذى، لأن هذا من حق الجار على جاره. نعم.